كيف بتفسري صبية مثلك جميلة جدا وبعدها فنانة شاملة؟ ما عندي رد غير انه قلبي حيوديني في دهية. مهضومة؟ انا اللي بشوفني كتير من برا بفكرني كتير قوية وكتير كذا، بس انا هيك من جوا؟ انا ما بعرف، بحس لا. وصريحة. حكي كمان بالصحافة بالفترة الأخيرة عن خلاف انت مع النجمة سيرين عبد النور بعد لعبة الموت. ميس حمدان. ما بعرف، اكيد بتمنى ان انت بعدك موجود لتشوف شو عملت امي. ضيفة ميلاد حتشيتي بناس وناس الاحد 8:30 المساء على المستقبل